قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ المساكن إهابة أو يهابة. قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة؟ قال كذا وكذا ميلا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باتساع المدينة وكثرة يعني عمرانها وأنها تصل إلى هذا المكان الذي يقال له إهاب أو يهاب, وأنه على أميال من المدينة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه حصل الاتساع وأنه وجد يعني الامتداد الذي جاء ذكره في هذا الحديث, ولكنه في هذا الزمان لا شك أن الاتساع الذي حصل يعني فيها أنه يعني قد لا يكون مرة يعني مثله في سعة, ولهذا خرجت المدينة بني المدينة عن الحرم وصار خارج الحرم في مسافات كثيرة. ومعلوم أن المدينة يعني ليست مقصورة على الحرم, بل لو امتد البنيان واتصل البنيان وخرج عن الحرم فإنه يطلق عليه اسم مدينة, ولكن لا يقال له حرم. الحرم ما كان داخل الحدود هذا يقال له حرم, لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر. وأما ما زاد على ذلك وخرج عن الحرم فإنه يقال له المدينة, ولكن ما يقال له حرم.